ربما كانت هذه هي خطوة اللحظة الأخيرة التي تسعى من خلالها جوجل لإقناع بكين بتجديد ترخيصها الذي ينتهي بعد سويعات قليلة. الشركة التي تمتلك وتدير أكبر محرك بحث في العالم جوجل ستتوقف عن تحويل مستخدمي موقعها في الصين إلى صفحتها في هونغ كونغ. وكشف كبير المسؤولين القانونيين في جوجل قبل يومين أن القائمين على المحادثات مع الحكومة الصينية باتوا مقتنعين بأن إعادة التحويل إلى هونغ كونغ بات أمرا غير مقبول، وأنه ما واصلت جوجل تحويل المستخدمين فلن تجدد بكين ترخيص لها بالعمل. أريد أن أشدد على أن الحكومة الصينية تشجع على تطوير شبكة الإنترنت، وفي الوقت ذاته تريد أن تعمل جوجل وفقا للقانون. الشركات الخارجية التي تقدم خدمات الإنترنت داخل الصين عليها أن تمتثل للقوانين واللوائح الصينية. السلطات والأقسام المختصة من الجانب الصيني سيتعاملون مع هذه القضية وفق القانون أيضا. وكانت جوجل أغلقت موقعها في الصين قبل 3 أشهر، وبدأت بتحويل المستخدمين إلى موقع بحثي غير خاضع للرقابة في هونغ كونغ، وهو ما قوبل بردود عنيفة من بكين وأثار شكوكا حول مستقبل الشركة في الصين. وجاء هذا التحرك بعد إعلان جوجل أنها قد تنسحب كلية من الصين بسبب الرقابة وتعرضها لهجوم معقد من جانب متسللين قالت إنه انطلق من الصين. وحاليا يضطر مستخدمو جوجل في هذا البلد إلى الدخول إلى الموقع عن طريق صفحة هونغ كونغ، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الصين 380 مليون شخص، مما يجعل هذه السوق الأكبر بين الأسواق التي تعمل فيها جوجل، رقم يغري محرك البحث العملاق بالحفاظ على الخيط الرفيع الذي ما زال يربطها بالصين من خلال التوقف عما يثير حفيظة بكين، فضلا عن المنافسة الشرسة التي تواجهها من محرك البحث الصيني المعروف باسم بايدو.